اطمنا على أسعار السلع الاستراتيجية. لازم نطمن حضراتكم ونلقي مزيد من الضوء على أسعار الخضر، أسعار الفاكهة. أكيد حضراتكم مع استقبال العيد والإجازة، خلينا نقول الطويلة، أكيد حابين تعرفوا مدى توفر السلع دي في السوق. خلوني أستقبل الأستاذ حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة. أستاذ حاتم، مساء الخير وكل سنة وحضرتك بخير. مساء الخير عليكم وعلى كل متابعيكم اينما كانوا، كل سنه وانتم طيبين، ومناسبه الايام الكريمه ومناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا وعليكم باليوم من الخير والبركات. اهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نتكلم مع حضرتك على اقبال المواطنين على الانواع، خلينا نطمن الاول الساده المشاهدين على توافر السلع من خضر من فاكهه. احنا عندنا مزيد من الانتاج، ما عندناش منتج غايب عن السوق المصري، ما عندناش ندرة في منتج، احنا بنأكد ده ومرارا وتكرارا بنقول هذا الكلام عشان يبقى المواطن يعلم جيدا ان احنا دولة منتجة للخضار والفاكهة، والفائض عن احتياجاتنا وعن سوقنا المحلي بنصدر ما يقرب من 6 مليون و500 الف طن للعالم. يعني احنا ما عندنا اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة. ممكن يكون عندنا بعض الحالة الجوية، تقلبات، تغير المناخ، وده طبعا في العالم كله، وزي ما العالم كله طبعا احنا جزء من العالم بنتأثر بما يتأثر به العالم، ولكن بنأكد ان طبعا التوسع الرأسي والتوسع الأفقي للمشاريع الزراعية اللي أتت ثمارها، وكان في خطوات استباقية من القيادة السياسية في الزراعة تحديدا ان احنا نزود من الإنتاجية ويبقى في إتاحة للمنتج الزراعي، ويبقى ده ينعكس على الأسواق وينعكس على المواطن. يعني احنا بنقول دلوقتي أهم حاجة عندنا محدود الدخل، بنأكد على ان احنا في المنافس الثابتة والمتحركة اللي بتوفرها الدولة، وزارة التموين، كلنا واحد، المواطن أولا، وزارة محافظة القاهرة، كل ده احنا بنشتغل وبنقول للسادة المواطنين احنا شغالين 24 ساعة في عيد الأضحى. طب أستاذ حاتم، حضراتكم بتقدموا لهم ايه؟ يعني المعروف انه في العيد ممكن الناس تقول هيبقى فيه إقبال كبير على اللحوم، فمثلا المعارض بتقدم لحوم بأسعار مخفضة على سبيل المثال، بس طبعا الخضر والفاكهة شيء يعني لازم يكون موجود كمان في كل البيوت في الفترة دي، عشان برضو العزومات والأكلات والتجمعات العائلية في الأعياد. هل برضو نقدر نعرف السادة المشاهدين، بما أن حضرتك متواجد معانا على الهواء مباشرة، هل في أماكن يقدروا يروحوا لها هيلاقوا الحاجات موجودة بأسعار مناسبة ليهم؟ يعني كل المنافس الثابتة والمتحركة اللي بتوفرها الدولة هي فيها خضار وفاكهة بجانب اللحوم الحمراء، لأن احنا بنأكد ان الخضار والفاكهة، هو حد ياخد لحمة من غير ما ياخد خضار وفاكهة يطبخ؟ هياخد لحمة يطبخ عليها ايه؟ فلازم ياخد خضار. فبالتأكيد كل المنتجات الزراعية تحديدا اللي ما فيش بيت مصري يقدر يستغنى عنها بشكل يومي، البطاطس، الطماطم، البصل، دي في متناول كل مواطن مصري، وتحديدا الطماطم والبطاطس، لأن دي يعني ما فيش بيت الصبح يقدر يستغنى عن المنتجين دول، لان احنا بنأكد على ده في كل المنافس الثابته والمتحركه اللي بتوفرها الدوله. عندنا كلنا واحد، عندنا وزاره الدفاع، عندنا وزاره التموين، المواطن اولا في كل احياء الشعبيه وفي كل المحافظات، والنجوع والكفور والقرى والمراكز في كل مصر احنا متواجدين، الاتحاد العام للغرف التجاريه في كل بيشارك في كل المنافس اللي بتوفرها الدوله، وبنضخ كميات كبيره جدا من الخضار والفاكهه تحديدا محافظة القاهرة، لأن دي أكبر كثافة سكانية فيها، وتحديدا المنطقة الشعبية، لأن دول أهالينا ودول اللي احنا لازم في الوقت ده يكون بجانبهم، وهم دول هدفنا، لأن طبعا توافر السلع وزيادة المعروض وإتاحة المنتج هو ده اللي هيخلي المواطن يحس أن عندنا منتجات وما فيش حد يقدر يستغله أو حد يغالف أي سعر، لأن الزيادة التنافسية بتنعكس بثبات الأسعار ثم انخفاض تدريجيا. صح أستاذ حاتم، حضرتك بدأت كلامك بنقطة مهمة جدا، وهي أن احنا كمان بقى عندنا فائض وبدأنا في مرحلة التصدير. هل ده معناه أن حضراتكم عاملين خطة، خلينا نقول متكاملة، عشان تأمنوا احتياجات السوق طول مدة الأجازة؟ بص يا فندم، المنتجات الزراعية طوال العيد، طوال السنة،
ما عندناش منتج غايب عن السوق المصري، ما عندناش ندرة في منتج إلا في حالة واحدة، تأثر المنتجات الزراعية بالحالة الجوية والتغير المناخي، وده تدخل إلهي ما فيش أي حد على مستوى العالم يقدر يتدخل فيه، لكن ده تدخل إلهي. بنقول الحالة الجوية وعدم استقرارها بيأثر، لكن إحنا عملنا إيه؟ أنا قلت خطوات استباقية من القيادة السياسية. أولا 100,000 فدان صوب، ده التوسع الرأسي. ثانيا النهاردة إحنا الدلتا الجديدة والمشاريع الزراعية اللي أتت ثمارها والمواطن حس بيها وشعر بيها، لأن إحنا عندنا بنصدر 6,500,000 طن بما يقرب من 3 مليار دولار وما يزيد عن 3 مليار دولار، وكمان بنصدر منتجات زراعية مصنعة ب 3 مليار دولار. فإحنا رايحين إن شاء الله بإذن الله للإنتاجية، وإحنا بنقول إحنا كل دول العالم المنتج المصري بيمتاز بجودة، بيمتاز بمذاق. طيب العالم وإحنا بنتكلم على الجودة تحديدا الموالح استاذ حاتم، احنا بنتكلم على الجوده بس، عشان برضو دي نقطه مهمه محتاجين نتكلم مع حضرتك فيها ونطمن برضو الناس عليها. جوده المنتجات المتواجده في المعارض والمنافذ المختلفه اللي حضرتك قلتها، حضراتكم بتتابعوها وبتراقبوها بشكل مباشر؟ فندم ده مش ده، في اولا عندنا من وزاره التموين بتنزل تراقب، كمان الحجر الزراعي لوزاره الزراعه بيراقب كل الجهات المعنيه والجهات ذات الصله اللي هي الرقابيه على المنتجات والجوده والصلاحيه، بتراقب بشكل دائم يومي، واحنا بناكد على ده لان الخضار والفاكهه هي سلعه قابله للتلف في ساعات، ولكن احنا بنقول بنضخ كميات على اليات العرض والطلب. بمعنى ايه؟ ان انا لما بقى عندي زياده معروض من المنتجات احنا بنضخ كميات كبيره جدا، ولو احنا لقينا اقبال على الشراء اكتر بنضخ كميات اكبر، لان هدفنا دلوقتي ان يكون لدى كل مواطن مصري تحديدا محدود الدخل، دول اهالينا اللي احنا منهم ولازم ان احنا نوصل لهم في كل مكان في كل احياء الشعبيه. حتى لو يعني برضو خليني اطمن مع حضرتك على موضوع الفاكهه، في فاكهه بتكون صيفيه وفي شتويه، والايام دي يمكن في حر شويه محتاجين فاكهه تكون صيفيه اكتر زي البطيخ الكنتالوب ما الى اخره، كل ده متوافر في المنافس دي يا فندم؟ البطيخ متوفر والكنتالوب تحديدا الصنفين اللي حضرتك ذكرتيهم، لان دول اللي اكتر يعني المواطن بيحبهم في الصيف، ودول المواسم الصيفيه وده المنتج الزراعي الصيفي اللي كل مواطن مصري بيبقى مقبل عليه على الشراء، لان زي ما حضرتك ذكرت ان الدنيا درجات الحراره مرتفعه، واحنا بناكد ان السنه دي البطيخ ايوه قابلنا كل عام بيتقابلنا بعض الاشاعات للبطيخ والخوخ، واحنا بنطلع ننفيها وبنقول ان احنا منتجنا، احنا بنصدر ل 12 دوله اوروبيه بطيخ ومنتجات زراعيه، وبنصدر لكل مجلس تعاون خليجي، وبنصدر لدول شرق اسيا، وبنصدر للصين، وبنصدر كمان لسوق اليابان. فاحنا بناكد ان المواطن المصري المنتج بتاعك هو اعلى منتج عالميا. احنا لدينا يعني زياده في الانتاجيه كويسه جدا، ما عندناش ندره في منتج، ما عندناش ازمه في المنتجات الزراعيه، الخضار والفاكهه ما فيهوش اي مشاكل، ولكن التحركات السعريه على اليات العرض والطلب هو ده اللي انا باكد عليه، ان احنا من خلال العرض والطلب بتحدد الاسعار بشكل يومي في تداول السلع داخل اسواق الجمله، ثم بعد كده بتنعكس في التجزئه بالاستقرار وانخفاض تدريجي. في الحقيقه انا بشكر حضرتك استاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضر والفاكهه في غرفه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك.